ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيث اسم تردد في الآونة الأخيرة في كل مكان. شاب إماراتي مهذب يتبرع بالأموال لأجل إسعاد الآخرين في برنامج طيب اسمه قلب اطمئن. لم يظهر وجهه ولا حتى اسمه الكامل. يزرع الابتسامة في قلوب الناس ثم يرحل بصمت. أصبح نموذجا طيبا لكل من يريد المساعدة الناس، ويقول الناس للناس. هذا الشاب يستحق الشكر والدعم والتقدير، لعله يكون قدوة حسنة لشباب اليوم. وهنا أقول لقادة الإمارات وعلى رأسهم محمد بن زايد، هل رأيت كيف سعد قلوبا كثيرة وأموالك التي صرفتها على قتل المسلمين في كل مكان كانت كفيلة أن تجعلك رمزا للعطاء والمحبة على مدار التاريخ لو كانت في مجال الخير؟ فدعم الفقراء أولى من دعم المرتزقة الذين لا يجلبون لبلادك سوى الكره والعداء. ادعموا غيث ولا توقفوا مسيرته، لعله يمحو قليلا من خطاياكم.